السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم حول تحويل الطاقة الشمسية. محتويات: هناك سنقوم بدراسة الطاقة الشمسية، كيفية تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، ثم نتعرف على الخلايا الشمسية، أنواع الخلايا الشمسية والتطبيقات على الخلايا الشمسية، واستخدامات الطاقة الشمسية، تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية، وتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية. أولا، الطاقة الشمسية، يعني للشمس العديد من الفوائد، أهمها توليد الحرارة وتكوين التفاعلات الكيميائية، بالإضافة إلى توليد الكهرباء. تعد الطاقة الشمسية طاقة متجددة، فهي غير ملوثة للبيئة وتتجدد باستمرار، بعكس الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي والبترول. لذلك تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث يمكن الاعتماد عليها لتلبية احتياجات العالم مستقبلا في حال تم استخدامها بالطرق المناسبة. تعد هذه الطاقة الشمسية هي الطاقات المتجددة وصديقة تعتبر صديقة البيئة عكس الطاقات الأخرى هي الشمسية. وكيف تحويل الطاقة أو الخلايا الشمسية؟ تعرف الآن على أنواع الخلايا الشمسية. تعد الشمس مصدرا فعالا وذا تكلفة منخفضة لإنتاج الطاقة، لذلك تم تصنيع أنواع متعددة من الألواح الشمسية بتقنيات مختلفة ومتنوعة لتوليد واستخدام وتخزين الطاقة الشمسية. ومن هذه الأنواع، هناك بين هذه الأنواع هناك الألواح الشمسية أحادية البلورة. تمتاز هذه الألواح بكفاءة عالية نسبة إلى الألواح الأخرى، حيث أنها تنتج كميات أكبر من الطاقة بالرغم من أنها تشغل مساحات أقل، لكن تكلفتها مرتفعة جدا. الألواح الشمسية، وهناك كذلك الألواح الشمسية الكريستالية. تعد هذه الألواح أقل سعرا من الألواح الشمسية أحادية البلورة، إلا أن كفاءتها أقل وعمرها أقصر. يعني عندما تكون هناك، نلاحظ أن هناك عندما يقل الثمن يعني الجودة هناك تقل. يعني هناك فرق بين الألواح الشمسية أحادية البلورة والألواح الشمسية الكريستالية، هناك فرق في الثمن وفي حتى في الكفاءة، يعني أقل من أخرى. أحادية البلورة تعتبر جودة، ثمنها مرتفع. هناك ألواح شمسية كريستالية، تعد هذه الألواح أقل سعرا من الألواح الشمسية أحادية البلورة، إلا أن كفاءتها أقل وعمرها أقصر. الخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة، تتسم هذه الخلايا بسهولة صنعها وسعرها منخفض جدا، إلا أن عمرها قصير وكفاءتها هي الأقل نسبة إلى الألواح الشمسية الأخرى. يعني نلاحظ هذه الوحدات الأغشية الرقيقة متواجدة كثيرا، نلاحظ تواجد في السوق أكثر، يستعملونها كثيرا. كذلك الشمسية الكريستالية. هناك كذلك الخلايا الشمسية غير متبلورة للسيليكون، تستخدم هذه الخلايا كمصدر للطاقة للآلات الحاسبة الصغيرة، إذ أنها رخيصة السعر ولكن كفاءتها منخفضة. هناك الخلايا الشمسية غير المتبلورة للسيليكون، يعني عكس أخر، تستخدم هذه الخلايا كمصدر للطاقة للآلات الحاسبة مثلا الصغيرة، يعني كل الأجهزة الصغيرة، لأنها رخيصة السعر ولكن كفاءتها منخفضة. هناك الخلايا الشمسية البيولوجية، تقوم هذه الخلايا بمضاهاة عملية التمثيل الضوئي في الطبيعة، إلا أنها لا تزال تحت الدراسة ولم تطبق على أرض الواقع. وكذلك هناك خلايا الكادميون تيلورايد الشمسية، تساعد هذه الخلايا على إنتاج الطاقة باستخدام كمية قليلة من الماء. هنا تحتاج إلى الماء، ولكنها تستخدم الكربون الضار بصحة الإنسان إذا تم استنشاقها أو تناولها. يعني هذه الخلايا الكاديميوم تيلورايد الشمسية يعني هي مضرة، لأنها تستعمل الماء وتستعمل كذلك الكربون. الخلايا الكهروضوئية المركزة، تقوم هذه الخلايا بتوليد الطاقة بالطريقة ذاتها التي تستخدم في الأنظمة الكهروضوئية التقليدية، لكن تمتاز بأنها على أعلى كفاءة. يعني الخلايا الكهروضوئية المركزة تقوم هذه، يعني هذه اللي نستعملها في توليد الطاقة، في تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة شمسية، طاقة كهربائية، نستعملها كثيرا في مثلا كهرباء المنازل مثلا، وفي بعض المنازل.
أنس بعد الدرس المقبل إن شاء الله سيكون حول تطبيقات على الخلايا الشمسية، وسنقوم هناك بالتعرف على بعض أنواع هذه الخلايا الشمسية إن شاء الله. وشكرا على تتبعكم للدرس الحصة الأخرى إن شاء الله.